اللي يفكر يوم في حياته نهين الشعب المصري يبقى ده آخر يوم في حياته من يستجري بص المصري دم المصري عندنا غالي حقه هيرجع مش هنسيبه يا كل نظام الحكم الحالي أمي بتصرخ راحوا عيالي مين هيعوض ابن الغالي مين هيقدر فيكم حالي فوضت أمري لربنا فيكم بكرة الدنيا تيجي عليكم مين هيعوض ابن الغالي مين هيقدر فيكم حالي فوضت أمري لربنا فيكم بكرة الدنيا تيجي عليكم هتيجي عليكم خلاص فتحنا عنينا حقنا راجع لو بيدين انا مش هقبل تاني بإهانة انا مش هسكت يوم على ظلم انا هيكون لي في بلدي مكانة بسلاح الإصرار والعلم مين هيعوض ابن الغالي مين هيقدر فيكم حالي فوضت أمري لربنا فيكم بكرة الدنيا تيجي عليكم مين هيعوض ابن الغالي مين هيقدر فيكم حالي فوضت أمري لربنا فيكم بكرة الدنيا تيجي عليكم هتيجي عليكم سنة من عمرنا فاتنا كل العالم عدى سبقنا كان لازم ثورة تفوقنا من ظلم نظام بيفرقنا بتعاتبونا بتذلونا على ثورتنا بتتحدونا طب هنكمل مش هنسلم دم المصري في قلبي معلم فيكم حالي فوضت أمري لربنا فيكم بكرة الدنيا تيجي عليكم مين هيعوض ابن الغالي مين هيقدر فيكم حالي فوضت أمري لربنا فيكم